نبدأ بأول فيديو. في فيديوهات كمان يا انت اخرت عطلت لنا الحلقه. يلا مش مشكله بالازمه اللي عملتها. مش أزمة. ازاي تخلي المذيعه تعيط؟ مش ازمه لانك انت حقيقيه. يلا بينا. هسكت. هيدا البرنامج بيعيش يعني بيعيش فتره طويله مثل ما عملت اوبرا، مثل ما عمل لاري كينج، مثل ما عمل يعني كثير ناس عملوا برامج لإلهم بتعيش طويلة. بس أنا ما قلت لا أنا أوبرا ولا أنا لاري كينج، مع أنه بحق لي يعني هلأ بقول لهم أنا بحق لي 35 فورما عندي أنا باسمي على مستوى العالم العربي من أنجح البرامج اللي انعملت ومن أكثر شخصيات بالعالم اللي بالعالم العربي اللي حوارتها. يعني شو تاريخها هاي اللي كاتبة عني؟ كيف إلى عين طلعت قلم تكتب عني؟ شو تاريخها هاي؟ شو عاملة بحياتها؟ مين مقابلة أو مين حاكي أو مين مساعدة أو عن أي قضية حاكي إلا بس شتم بالعالم وتبخ عقدة النفسية وسمى اللي بيعذبها من جوا؟ يعني ما بتلاقي منفس إلا هون. تقصد مين؟ والله العظيم ناسي هلأ. والله وحياة ولادي حلفت بولادي. هلا عم بتطلع اول شيء قديم كتير هيدا الفيديو يعني قديم يعني اكيد يا تونيا ارشيفك حيبقى فيه حاجات قديمه مش هجيب حاجات من امبارح. بس انا ناسي على شو لانه بفتره لما كنت عم بعمل برامج تعرضت يعني اللي بتتكلم عليهم اللي اوصفهم الصفات دي هم كتير قوي اللي بيبخوا السم وحقد. طبعا انا يعني انا للاسف طب افكرك مين اقول لك قالوا مين؟ مين بتقصد مين؟ مين بيقولوا انك انت كنت تقصد ست نضال احمدية. لا 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 نضال اول شيء نضال ما بحكي عليها هيك. نضال حربي انا وياها مدروسة يعني انا نضال حدا بحبه على فكرة بالعمق يعني في علاقة روحية انا وياها رغم الخلافات الكبيرة. بس لا 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 مش عن نضال اكيد. لا هيدي ما عم بتذكر مين بس حدا صحفي يمكن كان بتكتب بمجلة بجريدة قصة كده سرية قصة حب سرية بينك وبين الست نضال أحمدية مثلا. مش حب اعجاب من طرف واحد. هلا الست دايما بتنكر هي شعورها. لا نضال بتقول مين اللي كان معجب بالتاني. نضال بتقول اني انا سبب خلافي معها لاني انا كانت تعجبني وهي ما كانت تتجاوب معي. هي هيك بتقول بس انا ببقى بحب طمنها لنضال بقول لها ايه انت بتعجبيني خدي دفعه معنويات قويه انت بتعجبيني وانا بحبها لنضال رغم الخلاف الكبير انا وياها لانه مستضر. ايه اصل الخلاف؟ ما بعرف كتار اشياء عشان نفتكر ما تعال انا هفكر نرجع بالذاكره كده ليه مضطر عم نفتكر انا هول. اسال اللي انا عايزاه هنا اسالي اللي بدك اياه اللي بدي اياه بس عن جد نحن الاعجاب اللي من طرف واحد ده عن نضال انت نقلته ليها ازاي وهي صدتك ازاي؟ لا عرفت ان انا فاهمه. لا هي مظبوطه الخبريه يلا. يعني مظبوطه كنا قول الخبريه بس ما مش حلوه تتخبر على الهوا يعني قول لا مش حلوه تتخبر على الهوا قول عينك بتقول اهي. لا ما قول. انا عم بقول لك على الهوا اختلفت مزبوطة. دلوقتي بسنه ال 2000 او قبل كمان كنا بقبرص كان عندي برنامج عم بنصور وكانت هي موجوده وقتها أبديت إعجابي فيها كنا بسهرة وكذا فهي لقطت علي وصرت كل ما نعلق نحن وياها تقول بتعرفوا ليه توني بيهاجمني لأنه مرة قال لي أنه معجب فيه وأنا صديته هاي كل الخبرية. هلأ برجع بقول لها إذا عم تشوفني زمان ماني حكيها ما بعرف وين صارت اليوم بوجه لها تحية كتير كبيرة وبقول لها أنا برجع بقول لك إيه معجب فيكي كنت بس هلأ لا خلص. أنت بتحكي القصة دلوقتي بالمكياج على فكرة. لا والله صح؟ والله لا ما عم خبرك انه ايه والله انت ما قلت الحقيقة. قول الحقيقة توني. قالت لي طيب بتطلع بتسهر عندي؟ قلت لها ايه. كمل. طلعت لعنده فتحت الباب كان الضوء مطفي دخلت ضوت الضوء لقيت جامعة التيم كله عندها بالغرفة قلت لهم شفتوا ها ياعو اجا فهي هالخبريه. بتعمل عليك صدق صحفي. بس انا هي مشكلتي مع نضال ولقطته علي وكل ما اعلق انا وياها بتقول لهم طوني خليفي بيهاجمني لانه معجب فيي وانا صديته اللي بعد